مهم مع الدكتور جاسم الهويدي نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة والشؤون الإدارية والمالية. دكتور جاسم حياك الله في برنامج بين الشوطين. اليوم شفنا خبر ونتمنى إن شاء الله هذا الخبر يتعمم على جميع الأندية، أن نادي السالمية بالتحديد قدم عقود لاعبينه لموضوع الاحتراف الجزئي. أول شيء أنا سعيد أن أكون وياك محمد ومع ضيوفك إخواني اللاعبين. حياك الله. كبار محمد كرم وأخوي علي مروي وكابتن محمد هليس وأيمن الحسيني تامر عناد وأيضا توفيق بلاغة. وبالفعل اليوم يمكن يعني خطى خطوة كبيرة نادي السالمية رياضي بتقديم كشوفة وعقود اللاعبين على اللائحة الجديدة، وهذا شيء أمانة أثلج صدور كل من بالهيئة العامة للرياضة، لأن قاعد نشوف نادي السالمية وأيضا نادي الرماية ونادي البونك يقدمون كشوف العقود، وهذا دليل يدل على حرصهم على لاعبينهم وحرصهم على أن يطورون مستواهم، وهذا بالفعل لابد أن يطبقون على أساس أنه ايضا يصرف للاعبينهم المكافآت، وايضا على اساس انه يريحهم من الناحيه المعنويه والنفسيه. في سؤال، اول تساؤل يمكن اليوم وصلنا يوم قلنا انه راح نتكلم عن هذا الموضوع، ان نادي السالميه الحاله يعني 13 نادي ما حد قدم، هل في انديه راح تقدم؟ شوف طبيعه الحال محمد، يمكن السالميه اليوم الكل يدري انه كان طبعا الاجتماع الاخير اللي عملوا الانديه بأنهم كانوا معارضين على اللائحة الجديدة، اليوم نشوف نادي السالمية يقدم، أنا أعتقد هذا اليوم بادرة من الأندية الشاملة، لأن بداية السالمية كسر الحاجز، واليوم كان يمكن أكثر من اتصال لي من رئيس نادي أنه راح يقبلون على تقديم كشوفهم وعقودهم بالأسابيع المقبلة. منو الأندية هذه دكتور؟ محمد عشان تكون بالصورة، أنا ما أقدر أقول لك منو، لأن بالنهاية أنا لازم تكون عندي الأوراق والعقود عشان أقول لك منو بالفعل. إذا كان النادي راح يقدم اليوم نبي فعل وليس جول، وايد من الانديه اتصلوا قالوا احنا بنقدم وكنا بنقدم، ولكن اليوم لما تشوف السالميه يقدم باوراقه ومستنداته وعقوده انا اعتقد يرفع له القبعه. ايضا كان قبله يمكن الرمايه والبولينج ايضا من الانديه المتخصصه، هذه بدايه خير، احنا نتامل ان الكل امانه يتقدم، لان نبي مصلحه اللاعبين اخواننا اللاعبين وايضا مصلحه انديتهم بالنهايه، هذا اللي احنا نطمح له، يعني اساس اكون وياك واضح. يمكن الكل ما يعرف القيمه او القيمه الماديه اللي راح يحصل عليها اللاعب، اليوم على اللائحه الجديده لما نتكلم عن 50% و 30% ونتكلم عن 20%، يعني اليوم يتقاضى اللاعب مع يعني اشهر اربعه وخمسه وسته اللي هي 1200 دينار، مع من شهر 8 لغايه شهر نهايه شهر 3 بالميزانيه يتقاضى تقريبا اللي بفئه 50% يحصل على 5200 دينار، وايضا الفئه الثانيه اللي هو 30% يحصل على 4200، وايضا الفئه اللي هو 20% يحصل على 3200، فانا اعتقد اليوم المبالغ هذه الكبيره ان شاء الله راح تدخل برصيد كل لاعب تقدم سواء من نادي السالميه من انديه شامله او متى راح تنزل رواتب هذه الرواتب، متى راح تنزل تقريبا؟ طبعا كان في اتصال قبل قليل مع اخوي حمود فليطح، كون هو رئيس لجنه الاحتراف بالهيئه، يعتمد الكشوف ان شاء الله راح يبعثهم الى الاداره الماليه، وفور وصول للاداره الماليه راح يتم صرف هذه المبالغ للاعبين اللي هم يستاهلونها. يعني نتكلم اسبوع اسبوعين او اكثر؟ والله ان شاء الله يكون اقل من اسبوعين، ان شاء الله أقل من أسبوعين. خلال 8 ايام ان شاء الله من يطلع الاعتماد الاسماء من اللجنه تق تماما راح يكونون يعني بحساباتهم خلال يعني ايام وجيزه ان شاء الله. في سؤال عن صيغه العقود نفسها ابو علي بخار، صيغه العقود نفسها دكتور يصير ولدي يقدم روحه عقده؟ سمع موضوع بتسلف منه. لا ان شاء الله العرب يقدمون عقودهم. صيغه العقود نفسها الكلام المكتوب شنو بالضبط؟ لان وايد تساؤلات، شنو الصيغه نفسها بالعقود اللاعبين المطلوبه؟ لا هو اكثر 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 طبعا الصيغه هي راجعه للنادي بين النادي واللاعب، ما اعتقد ان اليوم ما في نادي يعني ما عنده يعني مو حريص ولا يعني مو حريص على لاعبينه، طبيعه الحال كل الانديه حريصين على لاعبينهم، حريصين على ان يكافئون الافضل ثم يعني الاقل ثم الاقل، وهذا امر طبيعي بكره القدم. اليوم تتكلم او بالالعاب كلها، اليوم تتكلم عن احتراف، اذا نتكلم عن احتراف لابد ان يكون في تميز من المميز الى طيب
بتدرج للأدنى. يعني. كابتن أيمن الحسيني عنده مداخلة معك. محمود صبحك الله بالخير أول شيء. صباحك الله بخير. إن شاء الله تعطونهم بعد لا يهجون، خاف بعد تعطونهم يسافرون فيهم. المهم. تعطيهم يستاهلون. يستاهلون والله والله يستاهلون الأمانة يعني أتكلم فيها كل يوم هذه الحكاية اللي معاهم وبالفلوس هذه إن شاء الله يستحقونها ويأخذونها. محمود بس أنا كهيئة. هل هي مجبرة في للعرفة الحين أنتوا أعطيتوا حق 24 لاعب هل تجبر الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتسجيل للفريق الأول بعدد معين لها الحق أو يعني أنا اللي عارفة أن السلة 20 وكنا أنتوا تعطونهم 16 هل الهيئة مجبرة أن تعطي كل الاتحادات بعدد اللاعبين تجبرهم؟ شوف عشان تكون هو طبعا هذا اتفاق كان بيننا وبين وزاره الماليه وعطوا الحد الاعلى بالنسبه حق جميع الالعاب على مستوى السكور شيت بالاتحاد الاثيوبي وهذا اللي صار بين وزاره الماليه وبيننا ان هذا اتفاق زائد الاتفاق انه يكون طبعا العقد وان يقدم النادي عقود اللاعبين وانشاء صندوق التحفيز فهذا الامر محسوم كابتن ايمن ان احنا كان في اتفاق ان اعطينا النسبه الاعلى بالسكور شيت للاتحادات الاتحاد الاسيوي يعني انت اليوم كل لعبه بالاتحاد الاسيوي راح تشوف نسبه اللاعبين حد الحد الاعلى طيب بس مجبر الاتحاد ابو حمود يعني الاتحاد السنه الجايه راح نعرف ان التسجيل 28 لاعب مع المحترفين واتوقع عدل هو المفترض كذي يعني ايمن انا ما تجبرونهم ابو حمود يعني هي المساله راح تكون بالنسبه لنا كرؤساء او يعني كل دارين الفرق او مدراء الفرق اللي بالنادي راح يكون عندهم اذا اجبرونا ان نسجل 40 شلون نقدر ال 24 يعني وايد تكون 16 انا كابتن ايمن في شغله مهمه اتفضل. انت اليوم تتكلم انت لاعب واليوم اداري صح اليوم لابد ان الكم الهائل اللي قاعد يصير بالانديه انا صح. اعتقد اليوم بوجهه نظر متواضعه اذا كان كل نادي يسجل له 28 لاعب ويوزع البقية 12 لاعب على الأندية الثانية أنا أعتقد راح يكون مستوانا اتفق وياك أنا وأتمنى هالشيء طيب ما عندنا وقت دكتور الحين سؤال سريع بالحالة ما يصير مثل تلاعب يشيلون على كيفهم ويحطون على كيفهم لا ما يصير هو بالنهاية يعني ما يصير يعني اليوم على قولتهم مشان ما تتغطب منخل إذا أنت لاعب زين بعلي ما أعتقد يشيلونك يحطونك بالفعل يتحك طيب فطبيعة الحال اليوم نسبة 50% بفريق كرة القدم يعني 12 لاعب يعني سماخ حتى اللاعب من الاحتياط يعني ممتاز واضحه النقطه كل شكر للدكتور جاسم الهويدي نائب المدير العام للهيئه العامه للرياضه على هذه المداخله وان شاء الله ان بعض الامور توضحت بشكل